saying if the children of the child sleep like that. سبعة اثنين 2012 حي باب عمر، احدى الملاجئ التي يقنطون بها السكان الذي دمرت منازلهم بالكامل اثارت قصف العدوان الاسدي لهذا الحي. اطفال رضع نساء يقنطون في هذا المكان الذي لا يصلها اي شيء، لا خبزا ولا ماء. طب كيف عم تقدروا تتنفسوا هون بهالمكان هيدا؟ من هذا الملجأ نوجه إغاثة إلى دول العالم وإلى الدول العربية بالأخص، أن تقفوا مع هذا الشعب الذي يناديكم أكثر من 10 أشهر، ولكن للأسف لا تسمعون ولا ترون. أما كانت أطفالكم مكان هذه الأطفال ماذا تفعلون؟